الحين بتكلم عن هالمنتج اللي هو المفضل بالنسبة لي بعد اللي هو تايتنينج دايموند سيروم. ونفس ما تشوفون العلبة تجنن كيف صمموها، ونفس ما تشوفين ترمين تفتحينه شوية بعدين تحطين هذا مصمم حق تحت العينين، حق اليبها، توزعينه حق البشرة هني، بعد شفايفك، بعد حق رقبتك. وهذا السيروم أحلى شيء نفس ما تشوفون لك خلاص على طول نشف وما يخلي ما يلصق ولا شيء، وريحته بعد تجنن تجنن تجنن. وبعد مكون من 24 عيار ذهب، حاطين فيه بعد كافيار، وهذا أحلى شيء ترمين تحطينه في بشرتك وما بتقدرين تستغنين عنه.